الكاكولا عاملاها راعي الرسمي ل 2010، عاملاها على شاشه دريم. طبعا ما اقدرش اقول كاكولا من غير ما يكون قالوا لي قول، لا يدفعوني، انما هو حاجه هقولها عليكم لما الكره تقف او لما حد يجيب هدف، لان خلاصه المسابقه الكاكولا عامله. فاكرين لما ميلا كان جاب جون في كاس العالم ورقص شمال؟ فاكرين لما اللعيبه جت وكانت بتزحف على صدرها؟ فاكرين لما لعيب بيجي يفقع شقلباظات؟ فاكرين لواحد بيحط جزمته وزمايله يلمعوها؟ فجت كده واحد في كاكولا، جت فكر في تفكيره وقال احنا هنعمل مسابقه، اللاعب اللي يجيب جون لو عبر كويس طول الاسبوع، لو عبر كويس بعد الهدف ليه 10,000 جنيه. ما بين الشوطين او بعد المباراه خلصت، دكتور خضر اتصل بيا قال لي ما فيش حاجه اسمها كاكولا، اسمها كوكا كولا. في اسكندريه عندنا بيقولوا كاكولا، فاحنا بنعتذر لكوكا كولا. الرقصه بقى الرقصه، كل واحد المسابقه بتاعه الكوكا كولا، مش كاكولا، الكوكا كولا اللي عاملاها مسابقه الكوكا كولا، ولمسه يد صح وضربه مرمى لبتروجيت. بتروجيت حتى هدف فطيس، وان الهدف اللي جابه بتروجيت كوفي بيكوي هدف فطيس. وناس كتير بتقول لك كابتن الصوره بتاعه دريم فيها كده وحشه، اقول لهم يعني ادي الله ده حكمته. 29ات دولي كل دولي هاجوا عليا لما قلت الصوره وحشه لان هم مسؤولين. فاول افريقي تسخين برازيلو امبي، وراح 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 وداخل باسم. اوه في ايه ده؟ بتاعت وليد، واحده ثانيه البيكوي برضو اللي تطلع بره. وادي الراجل اللي عاوز ايه الظاهر عندهم في بلدهم هناك، اللي تيجي في رجله تبقى هاندبول، ما تعرفش الكوره ما فيهاش حاجه. واقع حسن على الارض وبيقول له اتخبطت في قفايا، جونا هو الافضل اهو. بص الراجل مغطش هناك اهو، الراجل مغطش هناك اهو، مغطش 10 كيلو. من عبد العزيز توفيق ساعات بيعمل فاولات كده، فلاحي كان بياخد كده ادويه عشان يعمل مجانس عشان بيربي عضلات وظبطوه. اثار هو طبعا ليه حق ان هو ينطحها لانه خايف، وعنده اربع غرز في الحاجب بتاعه او في رمش عينه، مش بتاعت محرم فؤاد، رمش عين اهو بتاع احمد علي، لانه خايف يلعب الكره بقرته فلعبها بقرص دماغه، وحط قرص دماغه واحد لاحمد حسن وبيشوط كده بالجزمه الكهربائيه بتاعته، يلعبها بانزحه تتقلب عليه هجمه، وسيد معوض بيدوحر فيها يا حمراء. طبعا كنت اداله واحده كده في الدكاكين، انما لمح ابو تريكه قال لك اديها لخالي، واداها لخاله فعلا. شكري كده نكشها، وادي على طول على الشمال سماره، يلم يلم ويلم، ووائل جمعه. الراجل عاوز ايه؟ عاوز ضرب الجزاء سماره، ولا كلمك يعني، انت لو شطت كان جون، لو طلعتها بره كان جون، انما مستني يقول له النبي المسني يعني فيها شويه، انما هو يعني بعد لما شاله من الزقه راح واقع لابس العمه. ادوك لعبها اشبالي خالص، وسط التيجاني سنتر هاف للمقاولين العرب اللي حط الكوره بكل اقتدار في مرمى. يعني لغايه دلوقتي ما استدوش بركات اللي كان عنده، المساحات اللي كان زمان بيجري ويبرطع فيها لسه، لانه كان بيبرطع بتمريره، دلوقتي بيبرطع عاوز يجري لوحده. تحرك عرضي وملعوبه حلوه قوي 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 قوي، وملعوبه وحشه قوي قوي قوي. واللي كان بره وجاي كان في البلكونه بيشرب سجاره، اللي كان في البلكونه بيشرب سجاير بقى ولا قاعد في الهواء؟ في ناس كانت بره البلكونات بتنفخ وتشرب سجاير.